جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسين عبد المحسن عطية مقيما في الرياض بعث بقضية مطولة ملخصها أن رجلا قذف زوجته مرتين، فهل يجوز إرجاعها إليه أم كيف تنصحون الزوجة جزاكم الله خيرا؟ القذف حرام، وهو الرمي بالزنا بفعل الفاحشة فاحشة الزنا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فلا يجوز قذف المؤمنات سواء كنا زوجات أو غير زوجات، والقذف كبيرة من كبائر الذنوب كما عده النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأوجب الله الحد على القاذف إذا لم يقم البينة على ما قال، لأن يأتي بأربعة شهود يشهدون بما قاله. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالقذف كبيرة موبقة من الكبائر الموبقة، على من تكلم بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله توبة صحيحة وأن يحفظ لسانه. وأما زوجته التي قذفها فإنها لا تخرج من عصمته، هي زوجته، لكن لو طالبت بحقها فلا بد من إجراء الحكم الشرعي عليه. نعم.